السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو قرار من اللجنة العليا للصحة والسلامة تقرر الاستمرار بالدراسة الإلكترونية. قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة مكافحة جائحة فيروس كورونا التأكيد على وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية الاستمرار بالدراسة الإلكترونية، ونص القرار على استثناء المراحل المنتهية لكليات الطب البشري وطب الأسنان والتمريض بالدراسة الحضورية أي العملي فقط للمراحل المنتهية ليومين فقط في الأسبوع، واستئناف امتحانات الدراسات العليا يوم الاثنين الموافق 15/3/2021. توضيح هذا الخبر، اليوم قبل قليل قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الاستمرار بالدراسة الإلكترونية لطلاب الجامعات والمدارس لحد يوم 22/3، يعني ماكو أي دوام حضوري ولا أكو أي امتحان لطلاب المدارس والجامعات، راح تبقى الدراسة الإلكترونية يعني منا لحد يوم 22/3 باستثناء المراحل المنتهية لكلية الطب البشري وطب الأسنان والتمريض، هاي دراسة حضورية يعني بس العملي، وأما امتحانات الدراسات العليا يوم الاثنين الموافق 15/3.